احنا اليوم مجتمعين في اطار تحضير هذه الدوره البرلمانيه الطايه اللي هي تشهد تقديم معالي الوزير الاول الجديد لبرنامج حكومه فخامه رئيس الجمهوريه امامكم، وهي الحكومه ان شاء الله اللي تلبي طموحات شعب موريتاني عبر تنفيذ برنامج طموحاتي لفخامه رئيس الجمهوريه اللي تقدم بالانتخابات الماضيه لأرضاء الناخبين الموريتانيين وقد يحصل على غالبيتهم.